وشي أنا لعبت مع عمالقة كرة القدم في العالم. أنا من إبراهيموفيتش، من زينيتي، من أوزيل، يعني لاعبين زينيتي، تولدو، يعني كلهم يعني لاعبين مايكل، يعني شفتهم يعني شيء سهل بالنسبة لي من هاي التجربة. في هذاك المباراة يعني مورينيو قال عندهم أخطر لاعبين رقم 19 وسافيو البرازيلي لاعب ريال مدريد السابق وفلان لاعب. يعني هذا الشيء كان يعني فخور به مورينيو. نعم مورينيو يعني فيها اكيد فخر واعتزاز لكل العراقي وحتى للكره العالميه العراقيه. الحمد لله يعني صنع